عندنا كيكة جزر. عندنا ايه بقى؟ عندنا جزر مبشور. جزر المبشور مع الكيك بيديله طعم لذيذ جدا، لان السكر بينزل اكتر فيه. عندنا سكر، عندنا دقيق، عندنا بيض، عندنا فانيلا، بيكنج باودر، وكمان رشة ملح، عندنا قرفة، عين جمل، وفي حاجة تانية ناقصة، وحبة زيت. نبتدي بايه اول حاجة؟ هنبتدي دايما زي ما احنا متعودين بالبيضة معاها الفانيلا. خلاص نبتدي بيها اول حاجه، ونبتدي ايه نضربها. طيب هنضرب البيض شويه كمان، وانا بضربه عشان تشوفوا هبتدي انزل السكر حبه حبه لحد ما يدوب جوه البيض. خلاص نبتدي مع بعض تاني. هبتدي دلوقتي احط القرفة، وبعد لما لخبط القرفة مع البيض والفانيلا والسكر كويس قوي هبتدي احط الزيت حبة حبة. خلاص يلا نبتدي تاني. كده تمام جدا. الرز خلاص. نبتدي بقى ايه؟ نحط الدقيق اهو عليه، البيكنج باودر، وحبة الملح، ونلخبط كده بالمعلقة، ونبقى عارفين الدقيق اللي بنستخدمه ده اللي احنا بنستخدمه على طول، وننخله الاول قبل ما نبتدي ايه نحطه. خلاص؟ طيب هبتدي احط حبة حبة لحد ما احس ان العجينة بقت ماسكة نفسها كده، وبقت عجينة الكيك اللي انا ممكن ادخلها الفرن. هحط كده ايه معلقتين كده هنا الاول، نخلطهم كويس، وبعدين ايه ابتدي احط تاني. خلاص يلا. فانا حاسه ان احنا عشان لسه هنحط عين جمل وجزر، حاسه ان الكيكه تقلت مني شويه. هنا في حبه لبن هحطهم. خلاص يعني اقل من ربع كوبايه، ممكن 3 معالق. خلاص عين الجمل، الله بقى بتبقى طريه كده جواها حاجات مقرمشه. الجزر تبقى خطيره خطيره مع الجزر، بينزل السكر الطبيعي بتاعه، بيدي للكيك طعم حلو قوي، وقد ايه حاجه كده مفيده بناكلها. هبتدي اخبط المكونات كلها مع بعض بالطريقه الحلوه دي، وبحطها في اي قالب عندي، قالب انجلش كيك، قالب كيكه عاديه، قالب التشيز كيك، القالب المتاح عندي، الومنيوم، اي حاجه نضمن بس ان هي ايه الكيكه تستوي فيها براحتها وما تلزقش. انا هنا عامله القالب ده ومبطناه بالزبده والدقيق، وحطاه ايه بالطريقه دي كده. تعالوا بصوا عليها كده اهو، ودايما نبقى عارفين ان الكيكه نسيب كده مساحه تتنفس فيها عشان ايه لسه ايه بتنفش. دلوقتي هنبتدي بقى نعمل الصوص اللي انا عايزه اعمله للجليز، اللي انا عايزه اعمله للكيك، جليز ايسنج يعني. ده ممكن يتعمل على النار ويتقدم سخن مع الكيكه، او ممكن يبقى بارد زي ما انا هعمله. خلاص هحط كده حبه زبده، تمام، مع هنا كان في شويه زبادي كده هحطهم، بيدوا مزازه حلوه كده. اوكي، مع السكر، واحط الكريم تشيز ايه في الاخر.